الآن أرحب بضيفي عبر سكايب السيد رائد خضر، كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكوتي من دبي. أهلا بك سيد رائد. يعني أبدأ معك من الانخفاضات التي شهدتها وتشهدها الآن أسواق المال العالمية والعربية، أيضا وسط مخاوف تتعلق بتباطؤ أو ركود اقتصاد الولايات المتحدة، أيضا هناك استمرار في الاحتياطي الفيدرالي في تجديد سياسته النقدية. في سياق كل ذلك سيد خضر، يعني كيف أثر قرار الفيدرالي الأخير برفع أسعار الفائدة على الأسواق فعلا؟ تفضل. طبعا الرفعة الأخيرة بأسعار الفائدة ب 75 نقطة أساس، وتعتبر هي الأعلى منذ عام 1994 بالنسبة للفيدرالي الأمريكي في رفعة واحدة، أثارت قلق الأسواق نسبيا أن الفيدرالي يتعامل مع التضخم بشكل صارم ويتجه إلى تشديد السياسة النقدية. لازم نحن نعرف نقطة مهمة، أنه نحن لما بنشدد السياسة النقدية بهذه الضراوة فهذا يعني إضرار بالنمو الاقتصادي، وسوف يكون هناك ضرر مباشر على الأعمال التجارية وعلى الشركات وقطاع الشركات، لأنه أنت ببساطة قاعد عم بتزيد تكلفة الاقتراض على هذه المشاريع، وبالتالي تزيد من التكاليف الضمنية. فبشكل غير مباشر مع رفع أسعار الفائدة الذي يستهدف بشكل مباشر إضعاف التضخم ونقله إلى مستويات أدنى من المستويات الحالية، خصوصا أن التضخم يعني بقراءة الأخيرة أظهر بشكل واضح أن التضخم يخرج عن السيطرة كليا، 8.6% بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. آخر البيانات على التضخم عالميا كانت من بريطانيا 9.1%. التضخم يعني أصبح نحن بنسميه walking inflation، أو هو تضخم جامح في الوقت الراهن. العمليات في تشديد السياسة النقدية تهدف إلى تجفيف السيولة الفائضة الموجودة في الأسواق، وبالتالي تعود الأسعار للانخفاض تدريجيا. ولكن هناك ضحية سوف يكون، وهي المشاريع التجارية سوف تتقلص من ناحية توسعها، أو حتى ممكن أن تتوقف بعض القطاعات نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض إجمالا. في نفس الوقت نحن عملية الموازنة التي يقوم بها المركزي أو البنوك المركزية عملية صعبة جدا، يجب أن يقوم بعملية رفع في أسعار الفائدة وهو تأخر بذلك بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وفي نفس الوقت يجب أن يحافظ على معدلات نمو اقتصادي. بالتالي رأينا في اجتماع الأخير للمركزي الأمريكي نوايا لتخفيض أسعار الفائدة في العام القادم، بمعنى آخر هو يذعن بأنه سوف يكون هناك دخول في مرحلة ركود اقتصادي في الفترة القادمة، وهذا ما تتنبأه الأسواق، وهذا ما يقوم بتسعيره المستثمرون حاليا في الأسواق. لذلك رأينا موجات بيعية حادة وتوجه نحو السندات الأمريكية والدولار الأمريكي على وجه التحديد، لأنه يحقق عوائد ب 3% في الوقت الراهن في حين أسعار الفائدة أدنى من ذلك، وفي نفس الوقت القلق من الدخول في الكساد. أيضا سيد رائد، يعني وزير المالية البريطاني قال اليوم إن حكومته تبذل كل ما في وسعها لمكافحة ارتفاع الأسعار، أيضا في ظل ارتفاع التضخم الهائل. يعني ترى ما هي السياسة النقدية المالية بالتحديد يعني التي يمكن أن تنقذ البلدان من التضخم، يعني سواء في بريطانيا أو في بقية دول العالم؟ الستاغفليشن التضخم الحالي او الركود التضخمي هو شبح يهدد معظم البلدان حاليا. طبعا عمليه تشديد السياسه النقديه والموازنه ما بين انك انت ترفع اسعار الفائده دون ان توقف برامج تيسيريه، هذه هي العمليه التي يجب ان تحدث فعليا. ولكن لانه الفيدرال الامريكي اسرف بعمليات التيسير النقدي، ولانه كانت عمليات التيسير الاخيره التي تم ضخها او برنامج التيسير الاخير هو لتفادي اثار سلبيه للجائحه، اعتقد العمليه صعبه على الفيدرالي. لكن بعض البنوك الاخرى لا تزال تحتفظ بهذه الادوات مثل المركزي الاوروبي او غيرها. يجب ان يكون هناك موازنه ما بين عمليه تشديد السياسه النقديه. التشديد كان يجب ان يكون على فتره زمنيه اطول نسبيا وتكون مريحه للاسواق، بالتالي لا يتضرر النمو اجمالا ويتم معالجه التضخم. ما يحدث حاليا هو هارد لاندنج او يعني هبوط اضطراري او عنيف بالاقتصاد للتخلص من التضخم المرتفع، وهذا
يعني سوف يكون له آثار سلبية على الاقتصادات العظمى والاقتصادات الناشئة، لأنه في تأخر كان نسبي بعملية تشديد السياسة النقدية. إجابة أكثر دقة على السؤال اللي تفضلت به، نحن نتحدث عن أنه البنوك المركزية يجب أن تعود إلى أساسيات الأدوات التقليدية والاحتفاظ فقط بأسعار الفائدة كأداة، لا يكون هناك توجه لرفع حاد بأسعار الفائدة، وإنما يكون رفعات متعددة خلال المدة الزمنية القادمة، وأن يبقي الأعين متجهة نحو الأسواق أو نحو البيانات الاقتصادية الأخرى حتى لا يكون هناك ضرر كبير. ثقة الفيدرالي بعملية تشديد السياسة النقدية جاءت من أنه عنده سوق عمل ممتاز جدا، يعني حتى مع ارتفاع التكاليف وارتفاع التضخم في عندنا وظائف وكمية وظائف كبيرة جدا يتم طرحها في الأسواق، وهذا ما يعني شجع الفيدرال الأمريكي للتوجه نحو رفع أسعار الفائدة بهذه الطريقة. ولكن بنوك أو عفوا يعني اقتصادات أخرى لا تتمتع بنفس البيانات الإيجابية. فإذا نظرنا على سبيل المثال بالنسبة للبنك المركزي الصيني أو بالنسبة للبنك المركزي الياباني، كلاهما يحتفظ بالسياسة التيسيرية بشكل كبير جدا. حتى المركزي الأوروبي يعني متمهل بشكل كبير برفع أسعار الفائدة. أعتقد يعني العملية يجب أن يكون هناك دخول في ركود بناء على البيانات التي نتحدث عنها حتى الآن أو التي تصدر حتى الآن، ولكن لا أعتقد هذا الركود سيدوم طويلا. سيد رائد، كيف ترى التضخم خلال الفترة المقبلة في ظل كل هذه المعطيات؟ بلا شك سوف يتجاوب التضخم مع التشديد السياسة النقدية الذي يتم اتباعه من معظم الدول، وطبعا سوف يتم السيطرة عليه نسبيا بضغطه باتجاهات أدنى، ويعني ممكن أن تكون حتى يعني أكثر حدة في البيانات القادمة. ولكن لازم ما ننسى أنه نحن عملية التضخم أو ارتفاع التضخم جاءت بشكل مفاجئ بنتيجة أنه ضخ برامج سيولة كبيرة جدا وأسعار فائدة منخفضة بشكل كبير في نفس الوقت، هذا حقق عندي يعني الارتفاع. ولكن في عوامل أخرى أيضا سببت ارتفاع التضخم، وهي ارتفاع الوقود وارتفاع تكلفة الوقود إجمالا. النفط عند مستويات مرتفعة وهو عامل أساسي من العوامل المشكلة للتضخم. مع وصولنا لهذه المستويات يجب النظر أيضا بسلاسل التوريد، يجب النظر أيضا بعملية توفير المعروض اللازم حتى يكون هناك منافسة وبالتالي تخفيض في الأسعار. أعتقد مع توترات جيوسياسية، توقف يعني ضعف بسلاسل التوريد، إضافة إلى الدولار الأمريكي المرتفع، كذلك الأمر الوقود المرتفع، هي العوامل الأساسية التي تغذي التضخم حاليا. بالتالي يجب أن يتم معالجة هذه العوامل، أي بمعنى آخر التغلب على الانقطاعات في سلاسل التوريد وتوفير المعروض الكافي، السيطرة وتحقيق التوازن على السوق النفطي، وأيضا يعني بلا شك تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية، هي العوامل الأساسية التي ممكن أن تضغط على التضخم، إضافة إلى برامج يعني البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية، هي العوامل الوحيدة التي يجب أن تضغط التضخم في الفترة القادمة. ولكن السيطرة عليه حاليا بأسعار الفائدة أعتقد ممكن نشوف نتائجه بالربع الأخير من هذا العام مع مطلع تعاملات العام القادم. ذكرت من ضمن العوامل المؤثرة على التضخم سيد رائد النفط، يعني أسعار النفط اليوم يعني شهدت انخفاضا مع تزايد المخاوف بشأن احتمالية اتجاه اقتصاد الولايات المتحدة نحو الركود بسبب ارتفاع معدلات الفائدة. يعني سيد رائد، كيف ترى مستقبل النفط في الأيام القادمة؟ وجو بايدن الذي يشن حرب واضحة يعني على أسعار النفط المرتفعة، وطبعا إعلانه الأخير بأنه سوف يجتمع مع 7 شركات نفطية أمريكية لمحاولة تحقيق استقرار في أسعار النفط وتخفيض أسعار النفط في الفترة القادمة، واضح جدا أنه يوجد هناك يعني داخل الاقتصاد الأمريكي يوجد هناك أيضا انقسام ما بين الإدارة الأمريكية وما بين صناع النفط أو صناعة النفط داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو أحد العوامل البارزة التي ضغطت على سعر النفط في الفترة الحالية، أنه في عندنا قلق من تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر بعملية مع المنتجين بشكل مباشر والشركات النفطية للقيام بتخفيض أسعار النفط،
واعتقد هذا اثر سلبا على اسعار النفط في الفتره الاخيره. ولكن نرجع للاساسيات، المعروض النفطي يعني كمان نضيف نقطة مهمة واللي هي الطلب. الطلب يعني وفق وكالة الطاقة الدولية كان عند 99 مليون برميل، وهو لا يزال دون المستويات التي كان عليها قبل الجائحة، وهذا يعطينا إشارة أنه الطلب لا يزال نوعا ما ضعيف. ممكن هذا يحقق ضعف بأسعار النفط حاليا أو ضغط على أسعار النفط كذلك الأمر. بالتالي مستويات نفط أقل أو أسعار نفطية أقل لا تزال رهن للتوترات الجيوسياسية، لا تزال رهن للاتفاق أوبك بلس وما يتم زيادته في عملية الإنتاج يعني حتى الآن، وأنه يعود الطلب إلى ما كان عليه قبل الجائحة. هذا هو العامل الرئيسي في تحقيق نوعا ما التوازن النفطي. ممكن أنه نشهد توازن نفطي عند مستويات دون $100 للبرميل إذا يعني عاد المعروض النفطي خلينا نقول لمستوياته التي كان عليها قبل الجائحة وقبل التوترات الجيوسياسية. طيب كيف يؤثر الآن يعني الوضع، وضع أسعار النفط وسوق النفط بصورة عامة في العالم على المنطقة العربية بالتحديد، على اقتصاد المنطقة العربية؟ أن المنطقة العربية كسائر البلدان متأثرة بشكل واضح بمستويات التضخم، متأثرة بشكل واضح بالانقلاب في السياسة النقدية من سياسة تيسيرية إلى سياسة تشددية. الدولار الأمريكي dominating الجلوبال ماركتس، نحن بنعرف هذا الشيء أنه وفق بنك التسويات الدولية أكثر من 85% من التعاملات اليومية بالعملات تأتي من الدولار الأمريكي، وبالتالي مع تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية ورفع أسعار الفائدة الدولار الأمريكي يعني يضغط، وبالتالي كمان نتحدث عن الديون وعن سداد الديون بدولار أمريكي أعلى، يضغط أيضا على الاقتصادات الناشئة ويضغط أيضا على اقتصادات المنطقة العربية. إجمالا التضخم هو شبح يواجهه كل الاقتصاد العالمي وليس الاقتصادات العظمى منفردة، ولكن أعتقد أنه الاقتصادات الناشئة ونقصد بها المنطقة العربية ممكن تكون تحت ضغط أكبر في الفترة القادمة نظرا لوجود توترات جيوسياسية، نظرا لوجود كذلك الأمر مستويات تضخم مرتفعة، وفي نفس الوقت يعني التغير الواضح في السياسات النقدية حول العالم يطال كل البنوك المركزية، وتتأثر المشروعات التجارية بارتفاع تكاليف الاقتراض، وهذا أمر مهم جدا يجب النظر إليه. لأنه أنت لما عم ترفع تكلفة الاقتراض وعم ترفع تكلفة الديون، أنت عم تقلل وتضعف النمو الاقتصادي إذا كان متحقق، أو تزيد من سوء الانكماش الاقتصادي إذا كان أوريدي موجود. أنتقل معك إلى العملات العالمية. يعني اليوم اليورو سجل ارتفاع، زاد سعره أيضا بنسبة 0.5%، يعني هذا بعد أنباء عن أن البنك سيرفع الفائدة ب 25 نقطة أساس في اجتماعه في تموز. ما تأثير هذا الارتفاع على منطقة اليورو بالنسبة للدولار؟ يعني اليورو امام الدولار الامريكي هو يعني الارتفاعات التي يحققها مؤخرا هي بفضل اليورو، بفضل انه في عندنا توقعات برفع اسعار الفائده 25 نقطه اساس. ولكن لا ننسى انه اليورو اصلا كان متراجع بشكل كبير جدا امام الدولار الامريكي في الفتره الماضيه، ونحن عم نشهد عمليه تصحيح بسيط من هذه التراجعات، ولكن لم يتغير شيء في السيناريوهات المطروحه على الاتجاه العام لليورو بالاتجاه الهابط. فممكن لا نتفاجأ أبدا عندما يحدث رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس يعود اليورو للانخفاض مرة أخرى أمام الدولار الأمريكي، لأنه عدد الرفعات المتوقعة على أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر. عملية تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر. اليورو إذا رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس هذا الاجتماع، أعتقد سوف تكون هي الرفعة الوحيدة هذا العام، ولن يخدم على هذا الأمر لأنه بحاجة سياسة تيسيرية لفترة أطول، وخصوصا أنه في عنا بلدان أوروبية متعثرة بشكل كبير في حال إذا كان هناك توجه نحو تشديد السياسة النقدية. فالعملية واضحة،
عملية ارتفاعات اليورو أمام الدولار الأمريكي جدا محدودة، ويعني أعتقد سقفها هو عند 0.27 إلى 0.57 1.0750، ومن ثم تعود إلى السيناريو العام الهابط وربما يعني كسر مستويات أدنى من 1.024، سوف يفتح مجال الى الباريتي او مستويات التكافؤ ما بين اليورو والدولار مره اخرى، وهذا قد يحدث خلال التعاملات هذا العام اذا ما استمرت الامور على نفس الوتيره، تشديد في السياسه النقديه ورفع اسعار الفائده في الولايات المتحده الامريكيه ورفع واحده في المركزي الاوروبي. ايضا الروبل سيد رائد يعني حقيقه ما زال يدهش الاقتصاديين، يعني رغم العقوبات المتكرره اصبح العمله الافضل اداء في العالم هذا العام، يعني ترى ما هي العوامل التي تدعم الروبل الروسي ليصبح بهذه الكيفيه؟ اعتقد عمليه او تحرك الروبل الروسي في الوقت الحالي هي مرتبطه بشكل كبير جدا بالتدخلات المباشره من البنك المركزي الروسي، وكذلك الامر التدخلات المباشره بعمليه تسعير الروبل في الاسواق نتيجه التوترات الجيوسياسيه، نتيجه للشروط التي فرضتها على مشترين النفط او من الروسي بالدفع بالروبل، او يعني هذا حقق نوعا ما بعض التوازن للروبل. أعتقد يعني واضح جدا عملية التدخل بالروبل، هناك استقرار ولكن هذا الاستقرار يكلف كثيرا داخل المركز الروسي، والتكلفة تكون على حساب الاحتياطيات النقدية التي يتم التعامل معها. وفي نفس الوقت في نقطة مهمة جدا نحن بننظر لها، أنه التدخلات المباشرة بتقليص أسعار الفائدة ومؤخرا رفع أسعار الفائدة في المركز الروسي لعبت دورا هاما في تحركات الروبل. طبعا هذا يشكك بشكل كبير جدا بالتدخلات بالاتفاق المسبق بين الاقتصادات العظمى بعدم التدخل بشكل مباشر في اسعار الصرف، طبعا نتيجه توترات الجيوسياسيه يوجد هناك التدخل المباشر بأسعار الصرف وعمليه شراء الروبل التي تحدث في الاسواق واضحه جدا انه عم بتكون من الليز او الاحلاف الروسيه، وهذه هي اللي عم بتسبب نوعا ما استقرار سعر الصرف الروبل أمام الدولار الأمريكي. أنتقل معك إلى العامل الآخر الاقتصادي المهم في الوضع الاقتصادي العالمي الحالي هو الذهب، يعني العقوبات الغربية على روسيا بشكل مباشر يعني لم تستهدف شحنات الذهب التجارية، لكن بنوك وشركات كثيرة توقفت عن التعامل في المعدن الروسي. اليوم أيضا سويسرا تستورد الذهب الروسي للمرة الأولى منذ الحرب الأوكرانية، كيف ترى حركة الذهب خلال الأيام القادمة سيد رائد؟ تفضل. صحيح، 3.5 طن من الذهب قامت بشراء سويسرا من روسيا، وهذا الامر يعني مستمر. متوسط الشراء السويسري من الذهب الروسي هو حوالي 2 طن في الفتره الماضيه، وعمليه الشراء هذا يعني كما تفضلت هي ليست تحت العقوبات بشكل مباشر. خلينا نكون اكثر وضوحا، يعني الأكبر المشترين للذهب نحن عندنا الصين والهند. عملية الشراء الروسي السويسري من الذهب الروسي هي تشكل 2% من الواردات السويسرية من الذهب. أكبر العملاء السويسريين هم أو أكبر العملاء لدى السويسريين من الذهب المصاغ والسبائك هم الصين والهند. أعتقد يعني ك فيزيكالي جولد او الذهب الحقيقي سيطرته على السعر الذهب ضعيفه نسبيا. التحركات الحقيقيه هي بالفيوتشر اكسشينج او بورصات العقود المستقبليه تتاثر بشكل اكبر بالمضاربات بالوقت الراهن وبالتوترات الجيوسياسيه، وايضا باعتماد الذهب كملاذ آمن وكاحتياط للدول.
بكلمات أخرى الدولار الأمريكي المرتفع أثر بشكل كبير على أداء الذهب، لولا أنه ما عندي دولار أمريكي عملية تشديد ورفع في أسعار الفائدة بهذا الشكل، أعتقد الفير فاليو للذهب عند 2100 دولار إلى 2200 دولار، وليس من المستبعد الوصول إلى هذه المستويات، لأنه إذا استرجعنا تاريخيا عام 2016 عندما قام الفيدرال الأمريكي برفع أسعار الفائدة رأينا تزامن ذلك مع ارتفاعات في أسعار الذهب، وتمكن الذهب منذ ذلك التاريخ وحتى الطفرة في مناسبة الجائحة أو فترة الجائحة من تحقيق أعلى مستوياته تاريخياً عند 2070 دولار للأونصة. الآن يعاد السيناريو مرة أخرى أن رفعت في أسعار الفائدة، وبالتالي سوف يكون التجاوب مع ذلك ارتفاع في الذهب. حقيقة عملية بناء مراكز شرائية على الذهب واضحة جدا في الأسواق، ولكن استخدام الذهب في التوترات الجيوسياسية الأخيرة هو الذي عرقل نسبيا عملية الارتفاع الواضح. ولكن إذا نظرنا إلى سعر الذهب فنلاحظ أنه عندنا مناطق تجمع شرائي واضحة جدا عند مستويات 1800 وصولا إلى 1780 دولار، تمنع الذهب من الانخفاض بأكثر من ذلك وإنما تدفعه لمزيد من الارتفاعات. وأعتقد الموجة التالية ممكن أن تبدأ من تلك المستويات ما بين 1800 إلى 1780، تبدأ موجة يعني امبولسيف أو اندفاعية واضحة للمشترين على الذهب مرة أخرى بالاعتماد على النظرية التاريخية أنه كان عندنا رفع أسعار فائدة وارتفاع في أسعار الذهب في نفس الوقت. ليش؟ لأنه أنا عندي مخاوف ركود مقبل عليها الاقتصاد العالمي، وملاذك الآمن في هذه الحالة يكون الذهب، لأنه في potential crash أو هبوط حاد متوقع على الأسواق الأسهم نتيجة سحب هذه السيولة من الأسواق وتشديد السياسات النقدية حول العالم. كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة كوتي السيد رائد الخضر، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.